تتوالى الاستقالات في صفوف السياسيين اللبنانيين في إطار التداعيات السياسية لانفجار مرفأ بيروت والأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أشهر، حيث تقدمت وزيرة العدل اللبنانية باستقالتها لتصبح ثالث أعضاء الحكومة في قائمة الاستقالات منذ انفجار مرفأ بيروت. ووسط هذه التطورات حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة اللبنانية على إجراء تحقيق كامل وشفاف في انفجار المرفأ، وقال البيت الأبيض في بيان أن ترامب أعاد تأكيد استعداد ورغبة الولايات المتحدة في مواصلة توفير المساعدة لشعب لبنان. وفيما يخص التظاهرات الشعبية، تشهد العاصمة اللبنانية حالة تأهب أمني عقب ليلتين من التظاهرات الواسعة ووسط توقعات بموجة جديدة من الاحتجاجات اليوم. وكانت شوارع بيروت قد شهدت أمس يوما ثانيا من التظاهرات تخللتها مواجهات عنيفة مع محاولات المحتجين الوصول إلى مقر البرلمان، الذي شهد صدامات بين قوى الأمن والمحتجين المطالبين بإسقاط النظام.